أهلا وسهلا بكم عزيزاتي طالبات الصف 11 علمي، معكم أستاذ سمير رمضان معلمة الكيمياء مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات. وقبل أن نبدأ حصتنا عزيزاتي، هيا إلى فقرة الترفيه وتنشيط الذهن. أريد منك أن تجدي اختلافات بين الصورتين. وقيمتنا لهذا الأسبوع هي الأمانة، وكونك مسلمة عزيزتي الطالبة فيجب أن تتحلي بالأمانة، فإن الله يأمرنا أن نكون لدينا أمانة، وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأيضا رسولنا الكريم أمرنا بذلك فيقول: أد الأمانة إلى من أؤتمنك ولا تخن من خانك. فيجب عليك إذا ائتمنوك أي أحد، سواء على كلمة، على سر، على معلومة، على أي شيء، أو ائتمنوك على أي شيء مادي لتحافظي عليه، فيجب أن تحافظي عليه ولا تخوني الأمانة. وما زلنا عزيزاتي بالوحدة الثانية، الروابط الكيميائية وتركيب المادة. الدرس الثاني، الأشكال الهندسية للجزيئات. ودرسنا اليوم، التهجين. أهدافنا لدرس اليوم: أتوقع منك عزيزتي الطالبة في نهاية الدرس أن تكوني قادرة على أن تعرفي التهجين، تفسري الأنواع المختلفة للتهجين، تستنتجي الأشكال الفراغية للمركبات وأفلاكها المهجنة. من الصور التي أمامك يا عزيزتي الطالبة، هل تستطيع أن تحدد نوع الفاكهة الموضحة بالشكل؟ الفاكهة التي على اليمين، هل تستطيع أن تقولي لي ما نوعها؟ برتقال، فلتفكري مرة أخرى، إنها من الخارج برتقال فعلا. طيب كيوي، إنها من الداخل كيوي. إذن ما هذه الفاكهة؟ إن هذه الفاكهة فاكهة مهجنة. إذن ما معنى كلمة مهجنة؟ مهجنة بمعنى مختلطة. إذن هناك نوعان من الفاكهة قمنا بخلطهما معا أو دمجهما معا فنتجت فاكهة جديدة. فالتهجين هو عملية دمج أفلاك ذرية تؤدي لتشكل أفلاك مهجنة لها شكل مختلف وطاقة مختلفة. ولكن ماذا ينتج عند تداخل هذه الأفلاك معا كما تلاحظون من الشكل؟ ماذا يحدث؟ سوف ينتج شكل فراغي. هذا الشكل الموضح أمامكم وهو الشكل الفراغي، ويختلف هذا الشكل طبعا للأفلاك التي تدخلت وعدده. وطبعا كما نشاهد فإن الفلك S يختلف عن B، يختلف عن D وغيرها، ونجد أن الزوايا بين أفلاك بي أس ليست تكون 90 درجة. وبعد ما تتم عملية التهجين سوف تنتج لنا أفلاك مهجنة. فما هي الأفلاك المهجنة؟ هي أفلاك ناتجة عن أفلاك ذرية بعضها متشابه والآخر مختلف، تندمج لتكون أفلاكا لها خصائص اتجاهية مختلفة عن الأفلاك الذرية النقية التي تشكلت منها. ومع التقييم البنائي، عرفي التهجين، عددي أنواع التهجين. فالتهجين هو عملية دمج أفلاك ذرية تؤدي لتشكل أفلاك مهجنة لها شكل مختلف وطاقة مختلفة. أنواع التهجين: SP، SP2، SP3. هيا نتعرف على آلية التهجين. فنجد أن التهجين يبدأ به أن يتم ترتيب الإلكترونات في المستويات المخصصة لها، بعد ذلك يثار إلكترون من ذرة الكربون من المستوى 2S إلى المستوى 2B. تشاهدون من خلال الرسم الموضح أمامكم المرحلة A، الإلكترونات في وضعها الطبيعي نجد أن 1S 2S لديها إلكترونان في حالة ازدواج، و 2B يتم ملء الإلكترونات فرادة أولا، فنجد أن هناك إلكترون من المستوى 2S حدث له إثارة فقام بالانتقال من المستوى الذي يوجد به إلى المستوى الآخر. فإذا
فلك ذري لمستوى فرع فارغ أعلى في الطاقة سوف ينتقل إليه، والأسهم موضحة لكم. هذه كانت مرحلة الإثارة. نأتي لمرحلة التهجين، ماذا يحدث بها؟ يحدث في مرحلة التهجين رقم B نجد أن يتم فيها دمج للأفلاك الذرية للمستوى الفرع S مع الأفلاك الذرية للمستوى الفرع B. إذا المستوى S الأقل في الطاقة، عندما انتقل إلكترون منه إلى المستوى B أصبح في نفس القدر من الطاقة للمستوى B فانتقل إليه، ونتجت أفلاك مهجنة جديدة متكافئة في الشكل والطول والطاقة. ثم ننتقل للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الترابط. نجد أن في هذه المرحلة يحدث ماذا؟ يحدث تنافر كبير جدا للأفلاك المهجنة بأقصى زاوية، ولكن أقصى زاوية هذه يجب أن تحقق الاستقرار عند 109 درجة. إذا قوة التنافر تحقق استقرار لأنها أقصى زاوية تحقق الاستقرار، وبذلك تتهيأ فيها الذرة للارتباط بذرات أخرى على حسب عدد الروابط التي يتم تكوينها. وأيضا نجد عزيزات الطالبات أن عند إجراء عملية تهجين في الشكل الموضح أمامكم، نجد أن المستوى 2S يحتوي على إلكترونين في حالة ازدواج و2B إلكترونين ولكن في حالة مفردة. ماذا يحدث؟ يحدث أن يحدث إثارة للإلكترونات التي توجد بالمستوى 2S، فينتقل أحد الإلكترونين إلى المستوى 2B ليملأ الفراغ، فنجد أن هناك 4 إلكترونات، هذه الإلكترونات في حالة مفردة، إذن تستطيع تكوين روابط. والشكل التالي يوضح مستويات الطاقة عند تكوين أفلاك تهجين SP في ذرة الكربون، فتشاهدون أن 2S باللون البنفسجي 2B باللون البني، الأفلاك الناتجة نجدها بين 2B و2S. ونتيجة هذا التهجين أو الاندماج يحدث ما تشاهدونه في الصور الموضحة أمامكم، فعندما يتهجن فلك واحد من S مع فلك واحد من B ينتج فلكان من SP، وتكون الزاوية بينهما 180 درجة كما تشاهدون من الشكل. وبذلك عزيزاتي نكون قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم. أريد منك أن تتأكدي من تحقيق أهداف الدرس. وفي النهاية أتوجه لكم عزيزاتي الطالبات بالشكر، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من درس اليوم، ولا تنسوا القيام بأداء الواجب على البوابة الإلكترونية.